لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الأحمر وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة يا حبايب قلبي جايبة لكم وصفة هندية لإزالة الشعر نهائيا بدون لسويت ولا شفرات ولا وجع ولا أي حاجة. وصفة جميلة جدا 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 لإزالة الشعر، هترتاحي من السويت ومن الشفرات، إزالة كمان من الجذور. وكمان مش بس كده، تابعي معايا الفيديو للآخر، هنعمل إزالة للشعر وفي نفس الوقت كمان هنعمل حاجة حلوة قوي قوي هتمنع ظهور الشعر مرة تانية وهتعجز نمو الشعر. قبل ما نبدأ وصفتنا، لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الأحمر وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو يا حبيبة قلبي ما تنسيش تدعميني بلايك. أول حاجة يا حبايب قلبي هنبدأ دلوقتي مع بعض نعمل إزالة تامة للشعر الأول، يعني هنعمل دلوقتي مكونات ووصفة جميلة جدا جدا هنقدر إن احنا نزيل منها الشعر بدون ما نحتاج لا لسويت ولا شفرات. ومش بس كده، هتزيل الشعر من الجذور وكمان هتعمل على تبييض الجسم. اول حاجة معايا حبايب قلبي هنا بياض بيضة واحدة، بياض بيضة واحدة هتاخدي البيضة وهتاخدي منها البياض بس. تاني مكون معانا يا حبايب قلبي وهو الكركم. الكركم يا حبايب قلبي من الحاجات المفيدة جدا 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 وبيستخدموها الهنود واليابانيين لإزالة الشعر. وكمان مش بس كده، هو بيساعد على إزالة الشعر وبيساعد على تفتيح الجسم بشكل رهيب جدا جدا. يعني احنا هنعمل إزالة للشعر وفي نفس الوقت هنعمل تبييض للجسم. طبعا الكركم مش اي كركم هتستخدميه في الوصفة، الكركم بتاعنا ده هنستخدمه، يعني هنجيب كركم خاص للوصفات وللتجميل، لان في نوعين من الكركم، في كركم بنستخدمه للطبخ وفي كركم بنستخدمه لوصفات التجميل والحاجات التجميلية. ده بتجيبيه من عند العطار وبتقولي له انا عايزة كركم للوصفات وللتجميل، مش عايزة الكركم بتاع الطبخ، تمام؟ لان الكركم بتاع الطبخ هو اللي بيعمل الطبقة الصفرة ومش بيفيد خالص للبشرة، تمام؟ هنجيب يا حبيبة قلبي هنا صفار البيضة وهناخد منه. طبعا انا مش برضو مش هقول لكم هناخد قد ايه من الكركم على حسب القوام، احنا هنبدأ بمعلقة واحدة وهنقلب مع بعض، تمام؟ تابعي معايا الوصفة عشان الوصفة دي بجد بجد اكتر من رائعة لإزالة الشعر بدون سويت ولا شفرات. ومش بس كده حبيبة قلبي، دي هتعملك هتضربيهم كويس قوي، هتعملك تفتيح وإزالة للشعر مع التبييض كمان، تمام؟ هتقعدي تقلبي وتضربيهم كده مع بعض كويس قوي. هنحتاج نص معلقة بس من الكركم، يعني كده حطينا مقدار معلقة ونص، تمام؟ بس وهنقلب مع بعض كويس قوي. عايزين القوام بتاعنا يبقى متماسك ويبقى زي كريمي، يبقى زي العجينة كده بالظبط. فهنقعد نقلب كويس كمان. تابعي معايا الوصفة كمان للآخر علشان هقولك على كريم هتستخدميه لإخفاء بعد ما هنعمل الإزالة مع بعض. طبعا هجرب الوصفة قدامكم بعد ما هنعمل الإزالة مع بعض، هقولكم ازاي تعملي كريم بيعجز نمو الشعر علشان ما ينبتش ليكي شعر تاني، تمام؟ زي ما انت شايفة كده حبيبة قلبي هتضربيها كويس جدا 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 على اساس ان القوام بتاعك يكون كريمي خالص خالص خالص، ويكون الكركم مضروب تماما تماما مع بياض البيضة بس كده اهو. زي ما انت شايفة كده حبيبة قلبي القوام ده القوام اللي احنا محتاجينه، وزي ما قلت مش اي نوع تستخدميه اللي هو الكركم، لازم تجيبي نوع كويس خاص بالتجميل، تمام؟ ضربناهم مع بعض يا حبيبة قلبي. هتعملي ايه بعد ما ضربتيهم مع بعض؟ هتاخدي كده اهو هتفردي الكركم مع صفار البيضة تماما
على المكان اللي انت عايزة تزيلي منه الشعر، سواء وجهك سواء ايديكي سواء رجليكي سواء تحت الابط، المكان اللي انت حابة تزيلي منه الشعر هتدهني كويس جدا 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 بالمكونات دي، وهتفرديها فرد تام على المكان اللي انت حابة تزيلي منه الشعر. تمام يا حبيبة قلبي؟ بعد ما هتدهني المكان اللي انت عايزة تزيلي منه الشعر تماما زي ما انت شايفة كده، هتسيبيها. طبعا انا ايديا متعورة معلش يا حبايب قلبي مخيطاه. بعد ما هتسيبيها قد ايه؟ هتسيبيها لمدة ربع ساعة تلت ساعة على حسب ما هتجف وهتنشف معاكي. طبعا انتم عارفين ان بياض البيضة لما بينشف بيعمل زي طبقة جلدية بتقدري ان انت تسحبيها عكس اتجاه الشعر، يعني بعد ما هينشف هيعمل معاكي طبقة جلدية، هتبدأي ان انت تسحبيها كده اهو عكس اتجاه الشعر، وانت بتسحبيها عكس اتجاه الشعر، عكس اتجاه الشعر يا حبايب قلبي، علشان الوصفة تجيب معاكم نتيجة وتزلت الشعر، هتحسي بإزالة للشعر ومش هتحسي بألم على فكرة، غير ألم السويت خالص. هتسحبيها كده عكس اتجاه الشعر، سحبة ورا سحبة، هتلاقي الشعر معاكي بيتشال تماما، وهتلاقي كمان الطبقة السمراء اللي في جلدك بدأت تتشال. وصفة جميلة جدا جدا، وصفة حصري، وصفة جميلة، جربيها وهتلاقي تبييض وإزالة للشعر رهيبة جدا جدا وبسرعة رهيبة. دلوقتي يا حبايب قلبي خلصنا من الإزالة. طيب كل ما تحتاجي تعملي إزالة للشعر اعملي الوصفة دي، ولا أسهل منها ولا أسهل منها. وانت كده مش بس بتعملي إزالة للشعر بدون سويت، انت كمان بتشيلي طبقة الجلد الميتة والطبقة السمرة من جسمك، فبالتالي بتعملي تفتيح لجسمك مع الإزالة، وبتعملي كمان شد للجسم. يعني كمان الناس اللي بتعاني من التجاعيد الوصفة ديت كمان هتشد الجلد عندهم، وهتعمل على ازاله للتجاعيد، لان انتم عارفين بياض البيض مع الكركم لا يعلى عليهم. طيب دلوقتي يا حبايب قلبي هنخش على الوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه دي بقى هتعمليها بعد الوصفه الاولى علشان ما ينبطش ليكي شعر نهائيا، وما يكونش عندك شعر زائد تاني. تمام؟ الوصفه اللي معايا النهارده، معانا هنا يا حبايب قلبي الفازلين. طبعا الفازلين غني عن التعريف، الفازلين العادي بس يكون بيور، يعني يكون نوع جيد جدا معاكي. هتعملي ايه بقى؟ تابعي معايا. بعد ما خلصنا من وصفة الكركم مع صفاء بياض البيضة وعملنا ازالة للشعر زي ما وصفت بالظبط، هتجيبي يا حبيبة قلبي هنا معانا هنا ملح عادي جدا، اي نوع ملح عندك، ويا ريت لو ملح ليمون. ملح ليمون ده بيتباع في الـ عند العطار، بتقولي له عايزه ملح ليمون بيديكي، او ملح عادي، يعني اللي متوفر عنده ملح ليمون ماشي، اللي عنده متوفر عنده ملح عادي ماشي. هتجيبي ملح الليمون، هتجيبي منه معلقه واحده بس كبيره. تمام؟ وهتاخدي، تابعي معايا بقى الوصفه، هتاخدي من الفازلين بتاعك مقدار بالظبط يا حبيبة قلبي معلقة، نص معلقة او معلقة كبيرة من الفازلين، وهتقلبيها مع الملح بتاعك تماما كده اهو، هتقلبيهم مع بعض خالص. عملنا الكريم الملحي ده اللي هو مكون من الفازلين ومن الملح، ده هنعمله ايه؟ ده بصي يا حبيبة قلبي بقى، ده انت ممكن تعمليه وتحطيه عندك في علبة، مش هتحتاجي كل مرة تعمليه وتعمليه يعني في كفريش يعني، لا انت هتعمليه وتحطيه عندك في علبة. تمام؟ هتاخدي منه بعد ازالة الشعر مباشرة. طبعا انا عايزة اقول لكم، هتقولوا لي الملح هيحرق، هقول لك الملح مش هيحرق لانه معاه مرطب، والمرطب هو الفازلين. فازلين رهيب جدا جدا، وكمان بيساعد على ازاله للشعر، وبيساعد على ترطيب وازاله وعجز نمو الشعر. الملح مع الفازلين هيعجز نمو الشعر، مش هينبت ليكي شعر تاني ابدا. هتاخدي منه كده اهو يا حبيبه قلبي بعد ازاله الشعر مباشره، هتعملي دلك 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 لبشرتك تماما تماما تماما. هتعملي دلك، بعد ما هتعملي دلك يا حبيبه قلبي لبشرتك، هتسيبي الفازلين مع الملح
كده اهو، هتسيبيهم على بشرتك 10 دقايق ربع ساعة، هتسيبيهم على حسب ما هتقدري تسيبيهم سيبيهم. بعد كده هتشطفي جسمك بمية دافية. من اول استخدام هتلاحظي ان الشعر اللي هينبت ليكي هينبت ليكي خفيف قوي وبقى عاجز نموه تماما. مع كل مرة تعملي فيها سويت تعملي خطوة الملح مع الفازلين، رائعة جدا. طبعا كمان الافضل بدل من السويت الوصفة اللي احنا عملناها دي، في ناس طبعا بتفضل السويت، بس انا بقول الوصفة دي احسن مليون مرة من السويت، لانها بتعمل على ازالة للشعر بدون الم وبتعمل على تفتيح. يا رب تكون الوصفة عجبتكم يا حبايب قلبي وتستفادوا منها. ما تنسونيش اللايك فضلا وليس امرا. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.